كابتن علاء، المباراة طبعا صعبة، وبعد ما شفنا التشكيلين عايزين نعرف رؤيتك للماتش النهاردة، وخصوصا كمان ان النتائج بتاعت فريق بيراميدز مش على المستوى المأمول. يعني هم لاعبين يمكن 8 ماتشات كسبانين 3 مباريات بس، وتعادل في 4 مباريات، وهزيمة مرة واحدة، وليه 11 جول وعليه 8 أهداف. يعني معناها ان هو كل مباراة بيستقبل هدف. طب خلي كل الاحصائيات اللي قلتها دي بره. ماشي. النهارده حاجه جديده خالص، النهارده بيلعب النادي الاهلي بيلعب البطل. دايما الفرق الكبيره ايما بتلعب مع بعض بتحس ان درجه التركيز عاليه جدا جدا جدا. كل الناس من فتره بتتكلم على مباراه الاهلي وبيراميدز. بيراميدز بدا كبير زي ما كابتن شريف كان بيتكلم، بدا كبير وبدا بقى ليه اسمه وبدا يخش مع الكبار، ودي حقيقه ما نقدرش نغفلها. بغض النظر على التدعيمات اللي عملها والصفقات اللي عملها خليها على جنب، لكن النهارده مباراه مختلفه. النهارده بيراميدز اللي احنا شفناه ضد سموحه مش بيراميدز النهارده خالص. النهارده هتلاقي فيه تركيز عالي قوي، كل واحد عايز يظهر بمظهر يليق بيه هو، وكل واحد في المباراه دي ايمن ليه هدف، حتى اهداف فرديه. يعني النهارده عندك رمضان وفتحي وعبد الله السعيد وشريف، اربع نجوم كبار قوي كانوا في النادي الاهلي وراحوا بيراميدز، يومهم النهارده هم يظهروا بمظهر كويس. دي على الجانب الفردي. على الجانب الجماعي النهارده المدير الفني محطوط تحت ضغط، لان النتائج مش كويس زي ما انت قلت دلوقتي. العروض الى حد كبير مش هي المأموله، مش هم دول مجموعه النجوم دي. انت دايما بتدور على، انت بتنافس الكبار، هو ده المغزى الاساسي، لكن لحد الان مش مقنع. عشان كده النهارده في ضغوطات على فريق بيراميدز اكتر منك بكتير. النهارده النادي الاهلي بيلعب مباراه بثلاث نقاط وان شاء الله يكسبهم وخلاص، على كده الصفحه انتهت. لكن التركيز الاكتر او الضغوطات الاكتر على فريق بيراميدز، الضغوطات كلها جماعيه على فريق كفريق، وضغوطات فرديه في الملعب على لعيبه النادي الاهلي اللي هي كانت في النادي الاهلي وراحت بيراميدز. ضغوطاتها هتبقى كل واحد مش عايز يقول ان هو كويس، لما بصراحه الاربعه نجوم كبار من غير ما نلف الدور، لعيبه كبار قوي وخدوا بطولات كتير جدا وعندهم خبرات كتيره جدا، لكن يهمهم النهارده ان كل الخبرات دي تتجمع ويطلعوا بمظهر كويس، مظهر مشرف لبيراميدز نفسه قدام البطل. اي حد بيلعب قدام البطل مهما كان صغير كبير بيعمل اقصى حاجه عنده، مش مهم. لكن هو المهم مباراه النهارده ضد النادي الاهلي، زي كل فرقه بتلعب النادي الاهلي يا ايمن بتبذل اقصى مجهود عندها، اللي عايز يطلع بتعادل واللي مش عايز يخسر كتير واللي بيبقى طمعان بيطمع شويه ان هو ممكن طب انا مش هكسبش النادي الاهلي. لكن النهارده مباراه كبيره، مباراه كبار النهارده، لكن في الاخر هي بثلاث نقاط. النادي الاهلي داخل المباراه النهارده عن ثلاث نقاط، عايز ثلاث نقاط بس، وما بيفكرش في موضوع كاس العالم للانديه خالص، لان مش ده تفكير لعيبه النادي الاهلي ولا مدير الفن ولا الاداره ولا حاجه خالص. الاداره دايما بتاخد كل مباراه بمباراتها. النهارده مباراه مهمه في الدوري، يخلص النهارده ان شاء الله على خير يبدا يفكر في السفر لقطر وبطوله ثانيه خالص. لكن النهارده هي العنوان بتاعها مباريات الكبار. بيراميدز فريق كبير وبيلعب فريق عظيم كالعاده زي ما احنا متفقين هو النادي الاهلي، لكن مباراه مش سهله. وهي سهله على النادي الاهلي ولاعيبته، لكن هي صعبه على بيراميدز كفريق وعلى لعيبه بيراميدز الموجوده على المستوى الفردي. النهارده حاجه واحده بس اللي هتفصل النهارده، مدى تركيزك في 90 دقيقه، استوعابك للكلام اللي قاله المدير الفني، تنفيذك ازاي في الملعب. صحيح. تنفيذ تحاول، لكن انت مش عارف، ما تضمنش، ما تعرفش النتيجه مش بتاعتنا خالص. لكن هو دايما في النهارده بنيجي نتكلم عن مباراه فنيه، النهارده في كل واحد مركز هو عايز ايه، نقاط الضعف بتاع الفريق الاخر ايه، ونقاط القوه بتاعتي انا هستعملها ازاي النهارده. صحيح.